اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها طريق العقوبات الاقتصادية في زجر الروس إبان غزوها لأوكرانيا، وصرحوا مراراً بأنهم لن يتدخلوا بأنفسهم على الأرض عسكرياً. وحتى العقوبات الاقتصادية بدا التردد فيها واضحاً ولم تصل لدرجة الردع لما تقوم به موسكو. كان أقواها حظر واردات النفط والغاز الروسي في الولايات المتحدة، ولم تطبق حتى الآن عقوبة فصل كافة البنوك الروسية من نظام سويفت بعد التلويح باستخدامها. فهل سيتأثر الاقتصاد الروسي بتلك العقوبات على المدى القريب؟ وعلى ماذا تعتمد روسيا في مواجهة العقوبات الغربية؟ ومن المتضرر الأكبر من تلك المعركة الاقتصادية؟ أهلا ومرحبا بكم وإلى ملفات شائكة. الموقف الدولي من الغزو الروسي لأوكرانيا لم يكن حازما، وبدت الهشاشة بفرض عقوبات اقتصادية خجولة في بعض المجالات، كتجميد أرصدة بنكية لشخصيات حكومية وحظر المجال الجوي أمام طائرات النقل الروسية، انتهاء بحظر واردات النفط والغاز الروسي في الولايات المتحدة وبشكل تدريجي في بريطانيا، بينما تقف بروكسل مترددة في الحظو خلفهما خشية الأزمات الاقتصادية داخل دول الاتحاد الأوروبي. لوح الغرب بتطبيق عقوبات اقتصادية أقسى على موسكو بفصل بنوكها من نظام سويفت المالي الذي يحرم روسيا من التعاملات البنكية مع دول العالم. وبالفعل تم استبعاد عدد من البنوك، بينما لا يزال بوتين مصمما على المضي في حربه مع ارتفاع وتيرة العنف ضد الأوكران بقصف المدن والمشافي وتدمير البنى التحتية، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع حلفائها عن عقوبات اقتصادية، وتبدو أنها عاجزة عن زعزعة الغطرسة الروسية، خاصة أن الإدارة الأمريكية صرحت مرارا بأنها لن تدخل الحرب ضد روسيا ولن ترسل جنودها، كما رفضت فرض حظر جوي في أوكرانيا، واكتفت بإرسال مضادات الدروع والصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى. إنما يجعل الروس أكثر صموداً في وجه العقوبات الاقتصادية هو الحاجة الدولية للمنتجات الروسية ودورهم في تدوير عجلة الاقتصاد العالمي، خاصة في صادرات الطاقة والمواد الغذائية وأبرزها القمح. فهل ستؤتي العقوبات الدولية ثمرها في ضرب الاقتصاد الروسي؟ أم أنها مجرد تسجيل للمواقف ورفع للعتاب؟ بسم الله نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مشاهدين الكرام. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، بضيفي من أسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان، ومن غازي عنتاب الصحفي والباحث مصطفى أنعيمي. مرحبا بكم ضيوفي العزيزين، والبداية معك أستاذ وائل. أستاذ وائل، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر العقوبات الاقتصادية على المحتل الروسي؟ تفضل. نعم، تحياتي لكم. بالفعل متوقع أن تكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة جدا على النظام. النظام يتخوف من أثر العقوبات على روسيا، وربما لديه أمل في أن يكون هناك في المقابل انفراج بناء على قرب توقيع الاتفاق النووي مع إيران، بحيث أن تعطى إيران المزيد من الأموال ويكون هناك تعويض من قبل إيران. لكن مع ذلك النظام أساسا وقبيل العقوبات الاقتصادية القاسية على روسيا، العقوبات الغربية، هو يعاني أزمة كبيرة جدا. النظام اليوم بات يتخوف بشكل أكبر من فقط العقوبات الاقتصادية والآثار الاقتصادية، من أزمة أمن غذائي حقيقية ممكن أن تفجر الأوضاع في المناطق التي يسيطر عليها. نحن نعلم أن هناك هشاشة أمنية كبيرة تعيشها مختلف المناطق في سوريا، ما يزال الجنوب السوري على سبيل المثال غير مستقر أمنيا. شهدنا مثلا الأحداث الأخيرة في جاسم الأسبوع الماضي، هناك احتمال لانفجارات متنوعة مختلفة في الساحل، في درعا، في ريف دمشق، في مختلف المناطق، مع ازدياد الأزمات الاقتصادية وفقد المواد. يعني اليوم المحروقات وصل لتر الديزل في سوريا إلى أكثر من 4000 ليرة سورية. هذا الأمر، فقد المواد، الغلاء الفاحش، التضخم الكبير، ثم
ما ينتظره مختلف المناطق في العالم، ما تنتظره من الأزمة الغذائية والتي بالتأكيد ستنعكس على سوريا بشكل سلبي وبشكل كبير جدا، مؤشر خطر كبير النظام ربما يدركه ويحاول أن يستعجل الأمر بطلب شحنات قمح، طلب شحنات محروقات من حلفاء غير تقليديين، يعني مثلا من سلطنة عمان، من الهند، من الصين، من دول مختلفة، وأن لا يعتمد فقط على إيران وعلى روسيا. نحن نذكر أن آخر باخرة محروقات نفط جاءت إلى النظام من إيران مضى عليها ربما أكثر من شهر. هذا الأمر مقلق بشكل كبير جدا للنظام، لكن إلى الآن هو يحاول تدارك المخاطر المتزايدة التي قد تؤدي إلى انفجارات كبيرة جدا. كان النظام يعتمد بشكل كبير جدا على التدخل الروسي، ربما التدخل الروسي في مناطق سيطرة قسد، القمح الذي يأتي من قسد، القمح الذي يأتي بشكل مباشر من روسيا، القمح الذي يأتي من دول أخرى لكن تؤمنه روسيا بشكل أو بآخر، المحروقات، كل هذا مهدد الآن مع أزمات المنطقة عموما، وليس فقط أزمة بموضوع الحصار على روسيا وموضوع الاقتصاد في روسيا. نعم، أستاذ وائل، هل نستطيع أن نحدد ما هي أكثر العقوبات التي تخشاها روسيا؟ سؤال لي؟ نعم، لك. ما هي العقوبات التي من الممكن أن تخشاها روسيا؟ يعني الآن الغرب من الواضح أن التعامل مع روسيا هو من خلال التصعيد بأقصى درجات العقوبات، الإخراج من النظام المالي، احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في الدول الغربية، الحجز على أموال الأوليغارشية التي هي شريكة النظام الحاكم في روسيا، وعقوبات لها علاقة بسحب الشركات وإيقاف الاعتماد على الصادرات من الطاقة الروسية. ربما هذا الأمر نعم صعب على أوروبا أو ربما يتأخر حاليا، لكن هو بالنهاية هدف استراتيجي غربي تبحث فيه الغرب عن بدائل. وبذلك روسيا ليست فقط أمام عقوبة أو مجموعة عقوبات أو إجراءات رادعة، وإنما هي أمام سياسة غربية ربما طويلة المدى ستضطر روسيا إلى البحث عن بدائل أو إلى تحمل الكثير ربما من نعم الأزمات نعم الاقتصادية الخانقة. نعم أنتقل إليك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، هل يمكن للعقوبات الاقتصادية أن تؤدي إلى انقلاب عسكري أو شعبي على إدارة المجرم بوتين؟ نعم، لا شك أن العقوبات الاقتصادية ستلقي بظلالها على الداخل الروسي، شهدنا ذلك من خلال عمليات إقالات لرئيس هيئة الأركان والعديد من مدراء أجهزة الأمن بالنسبة للدولة الروسية. كل ذلك ألقى بظلاله على ما يحصل اليوم من تقدم. عندما نتحدث عن محاصرة مدينة محافظة كييف منذ قرابة أسبوع تقريبا، وحتى هذه اللحظة كل يوم هنالك إعلانات بأن سيدخل مدينة كييف، لكن في حقيقة الأمر أعتقد أن المشهد الميداني اليوم يدلل على أن هنالك انقسام كبير ما بين قوات أو الجيش الروسي بشكل عام بصنوفه المختلفة. إذا ما تحدثنا عن سلاح الجو الروسي فنجد أن هنالك تكثيف عمليات غاراته الجوية في محاور، وفي محاور أخرى هنالك أرتال تحتاج للغذاء وهي منقطعة بشكل شبه كامل عن قطاعات الجيش المنتشرة في عملية الدخول أو المحاولة التي تبقى محاصرة المدن. هذا يعطينا دلالة على أن هنالك امتعاض كبير داخل المؤسسة العسكرية، وأن الجانب الروسي أو الرئيس بوتين لم يحقق أدنى مستويات الانتصار حتى هذه اللحظة، بدلالة العقوبات أيضا أثرت بشكل كبير. هنالك أشار قبل قليل الضيف الأستاذ وائل علوان من خلال حديثه، أي أن هنالك عقوبات على الدولة الروسية، وبطبيعة تلك العقوبات انعكست على مسارات الدولة داخل. عندما نتحدث عن تحريك قطاعات عسكرية كبيرة فهذه دلالة على أنها ستحتاج إلى أموال كبيرة، وهذا ما شهدناه من خلال تحركات الروسية سواء كان على الجبهات أو حتى في نقل العتاد. وكذلك أيضا هنالك مسار آخر وهو المسار العسكري الكبير، هنالك دعم مفتوح بالنسبة للجيش الأوكراني أو المقاومة الأوكرانية بشكل عام، كذلك استخدام مقاتلين أجانب من أجل الدفاع عن أوكرانيا.
كلها أعتقد ستساهم بشكل أو بآخر في عملية تعزيز هذه القوات المتواجدة للدفاع عن أوكرانيا، ويقابل ذلك خسائر كبيرة بالنسبة للجانب الروسي. يعني عندما تحدث عن إسقاط 100 مقاتلة، هذا رقم كبير بالنسبة لروسيا، وهذا سينعكس سلبا على أداء حتى الطيارين من يقوم بتنفيذ تلك العمليات العسكرية أو الجوية عفوا، سيفكر جليا من خلال هذه يعني هذه العمليات التي يتم اسقاطها. كذلك ايضا عدم تنسيق الجهود من خلال غرفه عمليات عسكريه مشتركه لتحركات الجيش، كلها القت بظلالها على مساله الروسيه بشكل عام. ربما نجح في محور جزيره القرم ومحيطها باتجاه البحر الاسود، هذه المنطقه بشكل عام هنالك سيطره الى حد ما، تعتبر يعني هنالك انجازات عسكريه. لكن الطرف الآخر عندما نتحدث عن جبهة بيلاروسيا، أعتقد هنالك القوات شبه محاصرة، بالعكس ربما هي تصرح بأنها تحاصر مدينة كييف من جانب الطرف الآخر، لكن في حقيقة الأمر هي ليس بمقدورها التواصل مع القوات المتواجدة في الجنوب. لذلك أعتقد بأن مسار العمليات بشكل عام سيطول، وأن انعكاساته الاقتصادية ستكون سلبا على المواطن الروسي بشكل خاص، وكذلك ايضا على الاداء الاقتصادي بشكل عام، على حتى المنظومه الدوليه. عندما نتحدث عن اسعار برميل النفط اليوم، قد يصل يعني وفق التصريحات الروسيه ما بين الى 300 دولار و500، هذا بحد ذاته دلاله كبيره. كذلك ايضا اذا ما انعكس هذا، يعني اذا ما انتقلنا الى زاويه اخرى على صعيد الاقتصاد والنفط بالتحديد، المملكة العربية السعودية تتلقى ضربات من خلال الحوثيين، أحد الأذرع الولائية التي تنتمي للمشروع الروسي بشكل أو بآخر، بالنتيجة هي أحد الأذرع المستخدمة للضغط على الولايات المتحدة في هذا المحور. كلها أيضا ألقت بظلالها على الأزمة الرئيسية، وهي العملية ما بين الحرب التي ستشتعل قريبا في الجانب الصيني. ربما زاوية تايوان هي الزاوية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة، وهي التي تركز عليها من خلال القطع البحرية المنتشرة في هذه المنطقة. هنالك تحالف دولي ما بين كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أيضا هنالك اليابان، كذلك أيضا استراليا وألمانيا، هنالك مجموعة من الدول أجرت حلف بحري كبير من أجل محاصرة الصين، وكل هذه القطع البحرية الهدف الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة والصين. لكن ما يحصل في أوكرانيا هو هدف ثانوي. كل هذه يعني هذه نتائج تلك العمليات العسكرية أعتقد أنها ستنعكس عالميا على المجتمع الدولي، وسيدفع الجميع الثمن، لكن بمستويات مختلفة. أكثر المتضررين ستكون روسيا بلا شك. تفضل لك أستاذ علي. أستاذ مصطفى، كم تحتاج العقوبات الاقتصادية حتى يمكن أن تدمر الاقتصاد الروسي برأيك؟ لا يمكن أن نتكهن بلغة الأرقام، نظرا أن هنالك بعض المسارب التي تستخدمها روسيا من خلال تهريب النفط أو تسريب النفط باتجاه إما الصين واستغناء عن نظام العالم سويفت، من خلال التعامل بالعملات المحلية التي تستخدمها تلك الدول سواء كان في الصين أو في روسيا أو حتى في إيران. يعني هنالك منافذ من خلالها يتم استثمار هذه الجهود، ولكن هل ستغطي حاجة العمليات العسكرية؟ لا أعتقد ذلك مطلقا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ثلثي الاقتصاد الروسي اليوم الخارجي اليوم هو تحت الحجز، لا يمكن لروسيا سحب أي من هذه الأموال. كذلك أيضا العقوبات الاقتصادية كلها ستلقي بظلالها على المشاريع الاقتصادية داخل روسيا. طيب كذلك الارتباط ما بين قضية خط الغاز، أيضا هذا من الأهم، نورد ستريم 2 أيضا هذا تم تعليق العمل به بشكل كامل، أيضا خط الغاز الأول أيضا كذلك أيضا اليوم هنالك محاولات لإيقافه، وفي حال إيقافه أعتقد أن هنالك ستكون تداعيات كبيرة جدا، سواء كان من خلال العقوبات التي ستفرض أو حتى من خلال تمرير الغاز القطري، أعتقد هو البديل الوحيد بالنسبة للولايات المتحدة، لكن لن يكون هو كافيا بالنسبة لاحتياجات العالم. ربما ستكون يعني هنالك ضائقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة ستبحث عن بدائل أخرى، لكن بالنتيجة أعتقد بأنه سيؤثر كثيرا. لكن الولايات المتحدة تراهن على عامل الوقت، وكذلك أيضا روسيا تراهن على عامل العسكري، وهي القدرات العسكرية باستخدام كافة الوسائل المتاحة منها. وكذلك أيضا قبل أيام سمعنا أن هنالك محاولات بأن ربما قد يتم استخدام أسلحة غير تقليدية، بدأت بالصواريخ الفرد الصوتية، كذلك أيضا ربما قد تنتقل إلى الأسلحة الكيميائية، وكذلك أيضا النووية وفقا للتهديدات الروسية. لكن هل ستستطيع أن تنفذ تلك التهديدات؟ ربما هنالك يعني تداعيات لتلك التهديدات سياسية وعسكرية واقتصادية ستكون مآلاتها أكبر. يعني حزم العقوبات الأمريكية تتناسب مع حجم التغول الروسي في داخل أوكرانيا، لذلك كل ذلك يعني كل هذا المشهد يلخص بعملية ما هي التفاعلات الدولية تجاه هذا الغزو الروسي لأوكرانيا.
نعم أستاذ مصطفى شكرا لك. أنتقل إليك أستاذ وائل. يعني أستاذ وائل يعني عرفنا اليوم أن العقوبات الاقتصادية تؤثر على المحتل الروسي أو على اقتصاد المحتل الروسي. طيب ما هي الحلول التي يمكن لروسيا أن تلجأ لها في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي اليوم يعني ستنهك اقتصادها هي؟ تفضل. لست خبيرا بالشأن الروسي وبالذات في قضية تخصصية هي الاقتصاد الروسي. أظن موضوع روسيا موضوع كبير جدا، وهو مرتبط بالفعل بحجم الاستثمارات الروسية في سوق الطاقة في آسيا، إلى أي حد هناك تنسيق مع الصين، إلى أي حد قادرة الصين والهند ودول أخرى أن تعزز هذا الأمر، ثم ما هي المنعكسات على سوق الطاقة العالمي، ما هي المنعكسات على الدول التي تعتمد بشكل أو بآخر كجمهوريات تابعة لروسيا، تعتمد على قوة روسيا الاقتصادية، تعتمد على قوة روسيا السياسية، تعتمد على الدعم الروسي لها. وطبعا نتكلم بشكل خاص عن النظام السوري. النظام السوري اليوم يحاول جاهدا أن لا ينتظر فقط الإيرانيين، يحاول أن لا ينتظر المراهنة على قدرة روسيا على تجاوز الأزمة الاقتصادية، لأن الأزمة من الواضح مؤشراتها أنها أزمة طويلة. نعم. سواء نتكلم عن الأزمة العسكرية في أوكرانيا والاستنزاف الحاصل، اليوم تقارير تقول أنه أكثر من 30,000 مقاتل روسي ربما بين قتيل وجريح، بمعنى أن هناك حاجة إلى التجنيد أكثر، هناك حاجة إلى حشد مرتزقة أكثر، هذا سيؤثر على البنية العسكرية للنظام الذي لن يكون بإمكانه إلى الاستجابة. هل يمكن أن يقوم المحتل الروسي كردة فعل على هذه العقوبات يعني عمل عسكري هنا في إدلب لخلط الأوراق؟ هلأ تأثير مباشر لما يحصل في أوكرانيا في الساحة السورية بشكل عام وفي إدلب بشكل خاص أمر مستبعد حتى الآن، أمر ليس هناك مؤشرات سياسية عليه. وأنت تعلم صديقي أن استقرار إدلب واستقرار خطوط التماس بين الفاعلين المحليين في عموم سوريا منذ أكثر من عامين، استقرار وقف إطلاق النار واستقرار خطوط التماس منذ أكثر من عامين هو قرار سياسي. هو ليس بالتوازنات العسكرية في سوريا، بمعنى أنه أنت اليوم خطوط التماس مع ما بين النظام وقسد وما بين المعارضة وقسد لا يضبطها بضع مئات من الجنود الأمريكان موجودين في القواعد، ليست بالقوة العسكرية والتوازن العسكري وإنما بالقوة السياسية. اليوم فرض وقف إطلاق النار والتهدئة في سوريا هو أمر تتفق عليه مصالح الفاعلين الخارجيين، مصالح الدول المتدخلة بالقضية السورية وبالشأن السوري. إلى أي حد ممكن أن تنسحب التأثيرات في المواجهات الغربية الروسية إلى خارج أوكرانيا وإلى خارج حدود أوكرانيا؟ حاليا هذا أمر مستبعد، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن تراقب وتدعم من بعيد وتتفاعل فقط بالاقتصاد والعقوبات دون الرغبة الأمريكية، ولا يوجد مصلحة أمريكية أساسا للذهاب من الآن إلى إشعال جبهات أخرى أو إلى نقل الصراع إلى خارج أوكرانيا. موضوع أوروبا ليس لها تأثير كبير جدا في الملف السوري أو في المناطق السورية. الموقف التركي موقف مهم جدا، اللي هو المراقبة والحياد الإيجابي، تحاول الدخول في وساطة، ودائما الوسيط يكسب مكاسب كبيرة جدا سياسية. لذلك الوسيط هو حريص اليوم على أن لا يعيد تعريف العلاقة بينه وبين الروس سلبا أو إيجابا، وهذا طبعا مناسب لمناطق المعارضة أكثر من أن يكون هو مناسب للخريطة بشكل عام أو للروس. ربما الروس يتخوفون من تحريك أمريكي لبعض المناطق، أعتقد أنه الأولوية بتكون للأمريكان إذا ذهبوا بهذا التفكير هو الجنوب السوري، لأنه هو أساساً على صفيح ساخن وهو مؤثر أكثر ومقلق أكثر بالنسبة للنظام. إدلب إلى الآن لا يوجد مؤشرات أنها ستتأثر من حيث وقف إطلاق النار، من حيث القصف، من حيث التصعيد. طبعاً هو موضوع خرق وقف إطلاق النار المستمر والقصف المستمر الروسي، هذا أمر ليس طبيعياً، في النهاية هي انتهاكات وتوقع ضحايا، لكن هو أمر دون أن يكون هناك تأثير مباشر لهذه الخروقات على مبدأ وقف إطلاق النار وعلى التفاهمات
على مبدأ أستنا. ونحن نلاحظ مثلا سيدي في كل هذه الأزمة الحاصلة بين الغرب وروسيا، توقد مثلا اليوم جولة لجنة دستورية، من المتوقع أن هناك جولة أستانا قريبة جدا، لذلك لا يوجد تأثير مباشر على التفاهمات الإقليمية والدولية في سوريا في الوقت الراهن. التأثير الاقتصادي وتأثير الأمن الغذائي وتخوفات الأمن الغذائي نعم هي قادمة وهي حاصلة لا محالة. تجنيد النظام لآلاف المرتزقة، الشعب السوري ليس مرتزقا لكن النظام حول من لديه من الجيوش النظامية ومن الجيوش الرديفة إلى مرتزقة بالفعل مرتهنين إلى القوى الخارجية. هذا التجنيد ربما يؤثر أيضا على بنية النظام وهو يتخوف من ذلك، وخروج قوات فاغنر، خروج القوات الرديفة والقوات النظامية الموالية لروسيا إلى أوكرانيا، هذا ربما فيه فرصة كبيرة جدا للقوات الإيرانية، قوات الحرس الثوري الإيراني، لإعادة توسيع دورها ونفوذها في مختلف المناطق في سوريا. نعم، لا أريد أن أتشعب كثيرا أستاذ وائل، شكرا لك على هذه الإجابة. أنتقل مباشرة إلى الأستاذ مصطفى، ماذا ستفعل روسيا طيب اليوم في منتجاتها وخاصة النفط والغاز بعد حظرها من بعض الدول؟ ويفضل أستاذ مصطفى يعني لو نحصر الإجابة في صلب السؤال ولا نتشعب كثيرا حتى لا يداهمنا الوقت. أعتقد أن ليس لديها حلول سوى التحول من نظام سويفت في عملية بيع النفط أو الغاز أو حتى كل المشتقات النفطية عبر الصين. وهنالك نظام يعني نظام خاص بالنسبة للصين من خلال التعاملات ما بينها وبين روسيا، هو المنفذ الوحيد الذي من خلاله سيتم تجاوز تلك الأزمة أو من الممكن أن تتجاوز تلك الأزمة، وهو خارج نطاق المنظومة الاقتصادية العالمية. وهذا ما يعني تحاول روسيا العمل عليه وتعزيزه من خلال الشركاء، وهنا أتحدث عن إيران بالدرجة الأولى ومن ثم باتجاه العراق عندما تقوم تحويل هذا النفط أو تحويل صادرات هذا النفط من خلال الموانئ العراقية أو حتى من خلال بيعه بالسوق السوداء عن طريق تمريره إلى فنزويلا وغيرها من الدول. هنالك الكثير من الدول تشتري النفط عبر تجار وعبر يعني بعض القطع البحرية الإيرانية، ناقلات النفط الإيرانية التي تنتشر في كل أنحاء العالم ومنها يتم تسريبه إلى سوريا، علما بأن هنالك عقوبات بشكل مباشر على تلك المؤسسات وحتى بعض القطع البحرية المستأجرة أيضا هنالك عقوبات عليها، وهنالك محاولات قرصنة حقيقية من خلال رفع أعلام أو إيقاف أجهزة الرادار من أجل أن تمر تلك الشحنات بشكل أو بآخر إلى المستفيدين منها، ومن خلال يتم استيفاء يعني المبالغ المالية من العملات الصعبة كالدولار الأمريكي أو حتى اليورو، من خلاله يتم تمويل هذه المؤسسة يعني تمويل الاقتصاد الروسي بشكل أو بآخر. لكن في حقيقة الأمر هل سيكون هذا البديل ناجعا ويتم تحقيق أهداف استراتيجية من خلاله؟ لا أعتقد ذلك مطلقا، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي وسيؤثر على المؤسسة العسكرية بوجه خصوص، هناك تداعيات اقتصادية كبيرة على المؤسسة العسكرية من خلال تجربة الأسلحة. عندما نتحدث عن تجربة قرابة 300 صنف من الأسلحة في سوريا، اليوم روسيا تعلن أنها قد جربت العديد من أنواع الأسلحة الجديدة في داخل أوكرانيا، كلها أيضا هي رسائل من أجل التسويق، رسائل اقتصادية. لكن المجتمع الدولي اليوم أعتقد بأنه بات يفهم الاستراتيجية الروسية، واليوم تصنف روسيا من ضمن الدول المارقة من خلال سلوكياتها سواء كانت في سوريا منذ عام 2015 أو حتى هذه اللحظة من خلال استثمار الأزمات أو تمويل بعض الميليشيات كميليشيا الفيلق القدس أو حتى ميليشيا الحرس الثوري الإيراني. أيضا يعني هنالك يعني عندما أسقطت طائرة ركاب يعني السويدية أسقطت بصواريخ روسية، بمعنى آخر أي أن روسيا لولا الوجود الروسي أو لولا الدعم الروسي لما أسقطت تلك الطائرة، وهذا بحد ذاته دلالة على أن روسيا هي ليست من الدول المنضبطة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المجتمع الدولي وما هي تفاعلاته مع هذه الأزمات التي ألحقت بالعالم بشكل عام وخصوصا على مجال الطاقة، وعندما أشرت أن سعر النفط يعني عندما يتحدث أحد المسؤولين الاقتصاديين الروس بأن سعر برميل النفط سيصل ما بين 300 إلى 500 خلال الأسبوع القادم، بمعنى آخر أي أنه قد تم إقرار إيقاف دعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وهذا سينعكس
سلبا على المجتمع الدولي بشكل عام. اليوم نتحدث عن سعر البرميل للنفط قرابة $115، وربما قد يكون في الأيام القادمة $300. سيكون هنالك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي بما فيه حتى الدول المتضررة من هذا الغاز. يعني عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي عندما يقوم سحب يعني الغاز المسال من روسيا سيتم إيقافه، بمعنى آخر هي عقوبات سيتضرر منها كافة الأطراف، لكن ستستثمر من قبل طرف الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة العمليات العسكرية بالنسبة للمقاومة الأوكرانية، أو حتى من قبل الجيش الأوكراني. يعني هناك دعم بالسلاح بشكل مفتوح من قبل المملكة المتحدة، هناك خط مفتوح سواء كان من خلال تزويد بقاذفات بقواذف الستينجر المضادة للطائرات المروحية منها وحتى المقاتلة، وهناك أجيال جديدة قد وصلت إلى أوكرانيا، كذلك أيضا مضادات الدروع. حتى هذه اللحظة هنالك تكثيف لتلك عمليات النقل، إذا ما رصدنا هنالك تحرك الطائرات الأمريكية، طائرات النقل الأمريكية المتواجدة في بريطانيا، نشاهد أن الشحنات لم تقف حتى هذه اللحظة، بل هنالك تعزيز بتلك القدرات. كذلك على الجانب الآخر هي الخسائر الكبيرة التي تلحق بالجيش الروسي، كلها أيضا ستلقي بظلالها على الداخل الروسي. ربما قد نشهد في الأيام القليلة القادمة هنالك تظاهرات في الداخل الروسي ترفض العملية الروسية داخل أوكرانيا نتيجة لعدم قدرة الجيش الروسي على فهم هذا المشهد أو فهم المشهد السياسي، وكذلك أيضا إسقاطها على الجانب السياسي بالنتائج التي من الممكن أن تحققها روسيا وكيفية تحقيقها وما حققت منها. أعتقد أن سيكون هناك مراجعات كبيرة وسيتم هناك تغيير في المؤسسة العسكرية، ليس فقط على صعيد رؤساء هيئة أركان، ولربما قد يكون هناك أيضا متغيرات جديدة على قادة بعض القطاعات العسكرية التي تتواجد داخل أوكرانيا. نعم، شكرا لك أستاذ مصطفى. أختم معك أستاذ وائل. أستاذ وائل، يعني في حال انهار الاقتصاد الروسي، ماذا يمكن أن يعود بالنفع علينا هنا في سوريا؟ يعني قبل العقوبات الغربية على روسيا كان النظام يعيش أزمة مستمرة، يعيش حالة انهيار اقتصادي مستمر. لاحظنا أن الاقتصاد السوري اقتصاد هش، أو لا وجود لاقتصاد سوري حقيقي. اليوم تتحول سوريا شيئا فشيئا إلى دولة كما دول جنوب أمريكا، أمريكا الجنوبية، دولة مخدرات ودولة عصابات. لا يوجد تفاعل حقيقي لأداء حكومي مع اقتصاد مستقر. هذا الأمر قبيل العقوبات وقبيل أزمة الغذائية وأزمة الأمن الغذائي في المنطقة. فما تكلمنا عنه من أن النظام بالفعل متخوف من مستقبل قريب يفقد الكثير من خيوط السيطرة بحكم انهيار مستمر أكبر للقوة الشرائية للعملة السورية، بحكم فقد مواد، بحكم عدم القدرة على تأمين المحروقات والغذاء، بحكم ربما تداعيات تخص المنطقة لكن تأثيرها سيكون أكثر ظهورا في المجتمعات السورية التي تعاني التضخم والفقر والبطالة وتعاني أزمات أمنية مستمرة. لذلك لا يتوقع أن يكون هناك انتعاش أو حالة تدارك سريعة من قبل روسيا تنعكس على سوريا، لا من الناحية الاقتصادية بالتحديد، ولا يتوقع أن يكون هناك بدائل قريبة وبدائل سريعة. حتى وإن تم الاتفاق النووي ما بين الغرب وإيران وأفرج عن بعض الأموال، هناك مخططات لإيران لإعادة تعريف دورها في المنطقة، لإعادة رسم نفوذها في المنطقة إلى ما هو أبعد من الوجود الحالي حتى، وهو خطير جدا على مستوى المنطقة. وربما هذا ما نفسر فيه حالة المنطقة كاملة والبناء العلاقات الجديدة فيها، وربما التخوف من تغير في موازين القوى السياسية والاقتصادية في المنطقة. نعم، شكرا لك الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان، والشكر أيضا لضيفي من غازي عنتاب الصحفي والباحث مصطفى أنعيمي، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.